ما بين فريق النكتور وما بين فريق النكتور. دلوقتي يا جدعان هنعمل مع بعضكم ثلاث تحديات وهنشوف مين اللي هيكسب في الفيديو ده ما بين الفريق ده وما بين الفريق ده. يلا جاهزين؟ جاهزين. لا عايزين جاهزين من حماس. جاهزين. يلا مع بعضنا نبدا التحدي. فكرة بقى التحدي يا جدعان هيكون ضرب نار بأمانة. فكرة التحدي ان احنا دلوقتي هنجيب واحد من الفريقين هنقول له اسم حيوان وهنشوف صاحبه هيعرف اسم الحيوان ولا لا، وكل اجابة صحيحة عليها 10 نقط. ايه ده مع بعضينا فريق الصقور ياجي. فريق الصقور ياجي مين الاول واحد هيختار فيكم؟ ماشي هنسيب الفريق ده. ماشي يلا مع بعضينا نبدا التحدي. دلوقتي واحد هيقعد هنا والتاني هيمثل اسم الحيوان وهنشوف كل اجابه صحيحه ب 10 نقط. يلا دلوقتي هو ده اللي هيحاول يخمن اسم الحيوان. يلا التاني دلوقتي هو ده اللي هيمثل اسم الحيوان. هقول له بقى انا اسم الحيوان وهنشوف هيعرف ولا لا. معاك دقيقة كاملة بالظبط. يلا 1 2 3 جو. لا يا عم انا غشي يا عم بتاع قالوا لا اسم حيوان. قالوا قال لك يا نهار ابيض. لا كده انت خسرت. قال لك اطلع بره. يلا وكده الخش ما ينفعش. هنبدأ مع بعضينا مع الفريق الثاني. الفريق الثاني هو ده اللي هيخمن ونشوف مين اللي هيمثل. يلا بينا. صعبة ان شاء الله. عرفوا عرفت اثنين عرفت اثنين. مبروك عليكم اول 10 نقط. وكده فريق النصور اول 10 نقط ليه. دلوقتي هنعكس التحدي ما بين ده وما بين ده. دلوقتي انت هقول لك اسم الحيوان هو اللي هيحاول يخمن. تعال يلا ابدا التحدي. اسد. الله منور عليك. لا 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 بامانه مبروك عليك العشر نقط. ايه عرفت قبل ما انت ما تقول. عرفت ان انت هتقوله اسد. والله يعني قبل ما صاحبي على خلاص انت خش. انت قلت له صح؟ لا ما قلت. لا بصراحه مش لا الناس هتكتب في الكومنتات لو خسوا الناس هتكتب لنا في الكومنتات. ودلوقتي 10 نقط للفريق ده و10 نقط للفريق ده. لسه الحماس مستمر. يلا فريق سول يجي هنا. يلا نبدا التحدي مع حيوان جديد. يلا ابدا الدقيقه. كمل كمل كمل. يعني انت اللي قلت له كده. لا يبقى انتوا كده خسرتوا. لا يبقى انتوا كده خسرتوا. انتوا كده 10 10. يلا يا جدعان هم كانوا عايزين يعيدوا التحدي لان هم ناسيين ان هم معاهم دقيقه بس. انا طبعا لازم المساواه في الظلم عدل. دلوقتي مع بعضينا هنبدا التحدي الثاني. خليكم معانا. دلوقتي التحدي الجديد. دلوقتي يا جدعان الدايره ديت هيقف فيها واحد من عدو الفريق الثاني والتاني هيكون واقف بعيد هيحاول يصوب عليه. كل تصويبه هتحاول يحرك حوالين الدايره عشان ما تحاولش تيجي فيه. وهنشوف مين اللي هيكسب في التحدي ده معانا. دلوقتي يا جدعان المعلم ده هو اللي هيبقى في الدايره وهو اللي هيبدا معانا التحدي. اول انبوبتين. دلوقتي يا جدعان هم دول اول انبوبتين. كل واحد له انبوبتين يصوبهم. يعني دول لوحديهم ب 20 نقطه. جاهز يا بطل؟ جاهز. جاهز. دلوقتي انت هتبقى في الدايره ديت وتحاول تحرك يمين وشمال وفي واحد هيصوب عليك تحاول ما تخلوش تيجي فيك. بس ممنوع انك تميل كده او ترفع كده. لازم تتحرك حوالين الدايره بس. ماشي ويلا بينا نبدا التحدي. دلوقتي يا جدعان هم دول ب 20 نقطه. امسك يا بطل. وفي برضه لسه معاكم ثلاثه. كل فريق له خمس انابيب ب 50 نقطه. ماشي يا بطل جاهز؟ يلا مع بعضينا نبدا التحدي. ما جاتش اول خساره. ما
ما جاتش برضه يا فاشل ما جاتش. هو اللي هيضيعكم على فكره، هو اللي هيضيع فريقك. وانا كسبت بقى اللي فات عمال يا اختي يا جدعان. بقى انت اللي هيعمل في الدايره وهنشوف هل هيخلي تاني ما تيجي يا خاله ولا لا. يا انت بطل جاي مع بعضينا في التحدي. فاشل ما جات عليك ولا نقطه يعني يا فاشل؟ ادفعت قبل ما تروح له؟ لا 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 دي مشكلتك، ادفعت عليه قبل ما تروح له دي مشكلتك. البطل الجديد والتحدي الجديد، هنشوف دلوقتي هيكسب ولا لا. جاهز يا بطل انك تكسب؟ جاهز. يلا مع بعضينا نبدا التحدي. يلا بطل ابتدي جو. وبطل جديد معانا وجوه الدايره، هنشوف دلوقتي هل هيعرف يخلي. هنشوف دلوقتي هيجيبها ولا لا. خلوكوا معانا. يلا يا بطل ابدا جو. هنشوف دلوقتي يا جدعان هيجيبها ولا لا، هتصوب ولا لا. دلوقتي يا جدعان اخر انبوبه اللي هتحدد التعادل ولا المكسب. خلوكم معانا هنشوف دلوقتي. 1 2 3 جو. يلا يا بطل. فشل تاني. خسرت دلوقتي يا جدعان. فوز لفريق النصور للنقطه لعشر نقط. فريق النصور يجي هنا. فريق النصور يا جدعان هو اللي كسب التحدي. بس على فكره اخر تحدي ممكن هو اللي يخسركم فيديو النهارده. لازم تكتبوا التحدي النهارده عشان تكتبوا فيديو النهارده. جاهزين؟ جاهزين. نبدا مع التحدي التاني. دلوقتي يا جدعان ده اخر تحدي اللي هيعلن فوز الفريقين. هنشوف يا ترى مين اللي هيكسب بين الفريق ده والفريق ده. استنوا معانا. فكره التحدي يا جدعان ان اللي واحد من الفريق ده وواحد من الفريق ده، الاثنين هيحطوا هيقعدوا كده ويحطوا ايديهم ورا ظهرهم ويحطوا الانبوبه دي في بقهم، وليهم ان هم يوصلوهم لحد هناك ويرجعوا بنفس المشيه ديت، والانبوبه بتاعته هتطق هيبقى هو اللي خسر. وهنشوف مع بعضينا مين اللي هيكسب ما بين الفريق ده وما بين واحد من الفريق الثاني. ما بين الاثنين دلوقتي وهنشوف مين اللي هيكسب، والاثنين الثانيين من الخصم الفريقين الثانيين هو اللي هيكسب. يلا بس حط ايدي فوقك وحط ايدي فوقك. تمشوا نفس المشي عليكم انكم توصلوها لحد الماسوره اللي هناك دي. وهنشوف دلوقتي مين اللي هيكسب يا جدعان. 1 2 3 جو. الانبوبه طاقت والسلاح طاقت. لا يا حول يا حول يا حول. لا يبقى الناس بقى تكتب لنا في الكومنتات ان كان ضحك ولا لا. بس انا اعتبرها ان هي من انت ما كسبتش طول ما الناس لسه ما كتبتش في الكومنتات. هنشوف دلوقتي في الفريق الثاني. دلوقتي يا جدعان هنحسب التحدي ده بقى ب 50 نقطه لان ده التحدي الحاسم ما بين الشخصين دول. هنشوف دلوقتي مين اللي هيكسب ما بين الفريق ده والفريق ده. يا ترى مين اللي هيكسب فيكم؟ يلا اخر تحدي يا جدعان، اخر تحدي. يلا جاهزين؟ 1 2 3 جو. بالسرعه ديت بالسرعه دي اتفعلت مش معقوله. دلوقتي يا جدعان اللي كسب معانا هو فريق النصور. مبروك لفريق النصور. الفريق النصور اللي كسب. ايوه التحيه بقى. دلوقتي يا جدعان فريق النصور اللي كسب فريق الثكور ياجي. انا عارف ان انتوا خسرتوا بس ان شاء الله نعمل فيديوهات كتيره ان انتوا تعوضوا التحدي ده. تنساش يا جدعان ان احنا هنعمل في تحديات تانية ضرب نار، والفريق اللي كسب النهارده هو اللي كسب في فيديو النهارده. نقول تقولوا مبروك لزملائكم. مبروك. نقول للناس ما تنساش اللايك.